Are present in a specialized cell
are suspended in a skin pouch outside the body. This skin pouch is called the screw. Regarding the development of the testis, the testis will develop during the fetal life. The testes develop become the peritoneum. If they develop rectal peritoneum, thin, على الدورس الابدومينال تمام؟ يبقى during the fetal development the testes develop We have a
بعض يقدروا يكون التستس اواي او كلوز تو ذا بادي بحيث ان احنا كنترول التمبرتشر اوف ذا تستس انسايد ذا سكول. يبقى دي من ضمن الميكانيزمز اللي بتساعد ان دايما التستس تبقى كابت ات سيرفر تمبرتشر اللي هي 34 ديجريز. اوكي؟ يبقى احنا كده شفنا ايه هي ازاي السكروتال ساك از سبيشال ارت ساك. اول حاجه از ديفويد اوف فات نمره واحد. نمره اثنين السكين بتاعها في ماني سويت جلاندز. الحاجه الثالثه ان الديب لايرز اوف السكروتال سكين فيها سموث ماسل فايبرز ويتش ار كولد دي لاركوس ماسل. لاركوس ماسل بتعمل رينكلينج اوف السكروتال سكين ان اولد ويمن. Darkus muscle together with the key master muscle, they help to move the testes close to the body or away from the body in hot and cold weather to control the stickler damage. طبعاً نرجع تاني ليه؟ Why the testes are kept outside the body؟ طبعاً احنا خلاص عرفنا اجابة السؤال ده عشان قلنا ان core body temperature is 37 في some nuclear events which during the sperm production cannot occur at this temperature. ما ينفعش يحصلوا في temperature دي فعشان كده هما بيبقى ليه temperature أقل اللي هي 34 degrees. That's why the testes are kept outside the على الرغم ان هما during fetal development they develop فين؟ ريترو تريتونية ليه على الجوز الأبدومينال. بعدين they migrate during the fetal development and they settle in the scrotum outside. What about the histological structure of the testes? احنا عرفنا الكلام ده وعرفنا هي موجوده فين. نيجي بعد كده على histological structure of the testes. The testes is a gland. Testes gland classified ازاي؟ احنا خدنا السنه اللي فاتت several ways of classification of glands. فلو حبينا classify testes كجلاند بنقول انها it is a compound tubular mixed كومباوند تيبيلر. احنا بنشيل ايه؟ بنشيل السكريتري يونتس شكلها عامل ازاي؟ ها؟ تيبيلر شكلها عامل ازاي؟ ايه الحاجات السكريتري يونتس الموجوده في التستس؟ تيبيلر. And the branch of them is the pure compound tubular. طيب what do you mean by mixing؟ لما نقول على mixing لان معناها it has an endocrine part and احنا لو حبينا نكلاسيفاي التستس از جلاند هنقول انها از كومباوند تيبيلر ميكسد. كومباوند تيبيلر يعني معناها سبيك يونتس بتاعتها واخده شكل تيبيولز. ميكسد جلاند معناها ان فيها جزء اكسبراين وجزء انكراين. طيب جلاند اي جلاند لما نيجي نتكلم عن الاستراتيجي has stroma and parenchyma, right? Stroma of the testes عباره عن coverings for testes. يعني testes دي موجوده inside the scrotum has coverings ليها ارضيه. ال coverings بتوعها دول هم دول الستروما. زي ما انتم شايفين it has three coverings في ليها ثلاث coverings. ال coverings دول من بره الجوه يعني واخدين من عند السكروتال سكين ورايحين على التستس بنقول عليهم تيونيكا فاجينالس تيونيكا ادوجينيا تيونيكا ماسكيوس. يبقى دول الثلاث كابلنز اللي بيغطوا التستس ودول الاستروما اوف التستس. تمام؟ طب وات ابوت الكارينيوم؟ هيز ا ميكسد جلاند هاز ان اكس براين بارت اند ان براين بارت. يبقى ده فكره عن ايه هو الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع التستس. احنا هنتكلم على ايه؟ احنا قلنا انها جلاند يبقى ليها ستروما وليها قرينيوم. الستروما بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن الكفرنجز اوف التستس اللي هم 3 كودز تيونيكا فاجينالس تيونيكا ادوجينيا تيونيكا ماسكيوس. القرينيوم بنتكلم عن اكس براين بارت اند ان براين بارت عشان احنا قلنا التستس از ا ميكس. طيب نيجي بقى
250
حوالينا شويه كونكت فيجن. الكونكت فيجن ده بقى في الانترستيشن سينس اللي هي بتمثل الانترال بارت اوف ذا تستس، تمام؟ يعني داخل القطاع المصريه او الوجوز الى جانب السيمي انفراستركتورز اللي انت شايفينها، في هنا كونكت فيجن. الكونكت فيجن ده فيه ايه؟ في الانترستيشن سينس اللي هي الانترال بارت بتاع
هي السيلز دي، السيلز اللي هي الشمس دول، الكونسنت اللي هي الشمس دول، دول السيلز اللي هتكون السبير. بعد كده هم دول اللي بيقول عليهم سبيرماتوجين، هم دول اللي هتكلم عنهم. هنتكلم عن السيلز دي كلها، كل واحدة منهم هنتكلم عنها. ادي السبيرماتوجينيك ايه هم؟ اللي هم اللي هي السيلز ويتش تايم از ان انترست. طيب زي ما انتم شايفين كده لو واخدين بالكم Remember what
موجودين فين؟ على البيزك ممبرين، واخدين 1 و 2 ليرز على البيزك ممبرين، فيهم بيكويت نمبر اوف كروموسومز اللي هو 46 بلس دي اكس 1. دي الصوره معايا في الميكروسكوب جايبه لنا الثلاثه بارتس من ثلاثه ادجيسنت سيجنفست جيوز. لو عايزين نبص على السكوبات الدول هنبص عليها فين؟ فوق البيزك ممبرين على طول. شايفين الارز اللي فوق على اليمين مشاوره او ثلاثه ارز مشاورين على السكونات دول اللي هم سكون راوند سنس وراوند موجودين ايميديتلي فوق البيز ممبرين والسنس دي فيها بوينت نمبر اوف كروموسومز. طيب هل السكونات دول ينفع نوع واحد؟ لا، هم 3 نوعز، في ثلاث انواع من السكونات دول. ايه بقى الحكايه بتاعتهم؟ في حاجة اسمها دوت فايتنج، اوكي؟ دي وفايت بي. طب ليه كده؟ ليه في ثلاثة سكوبات دول؟ دوت فايت بي دول عبارة عن نوع من الزر سيلز. يعني ايه؟ يعني سيلز عمالة تتقسم باي ميتوسيس، خلاص؟ شوية منهم يفضلوا دوت فايت بي، وشوية منهم يتحولوا إلى فين فايت بي. عشان كده بنقول عليهم they are reserve cells. they are in reserve cells. يعني دول اللي مخزون. يبقى الدارك فايت بي دول سيلز عماله تتقسم باي ميتوسيس وشويه منهم يفضلوا كدارك فايت بي وشويه منهم يكونوا تايب بين تايب بي. طبعا بما انهم دارك من اسمهم يبقى البيبيلاي بتاعتهم بتبقى ايه؟ دارك biotic cell division. تمام؟ طيب ايه
Thank you.
عنديش حاجة بس خالص Yeah.